السيستم الجديد ديال ماكدونالد كتاوردري من هنايا عاد ولا جيتي هو كتختار انجليش تختار واش بغيتي تجلس هنايا ولا بغيتي تجي معاك تختار شرف كلشي بريكفاست تختار داكشي اللي بغيتي انا ندي لكم مثال بحال هكا كافي ايم سيفات صافي كدير اد تو يور كارت صافي $5 كدير هادي كومبليت ذا اوردر صافي كيقول لك انا تختار الكارطه اللي بغيتي كتسوايب الكارطه هنايا صافي وكتهز الرقم من هنايا انا حتى الاخر غنوريك كيفاش كتختار بحال دابا هنايا عندنا 31 كتكتب 31 الرقم كدير كونتينيو او ماي جاد ناري ذا اوردر او كان يو كانسل ذس اوردر اي ديد ذا ميستيك Can you use your card, Aaron? No, I didn't. Okay. I think it's can we recall? 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 Can واحد الحاجه اللي بغيت نوريكم اخوت هنا في هذه الشاحنه اللي عطاوني جديده اليوم انا فيها سنسور كتيبان لكم في القدم راه كاين واحد السنسور يعني الا خرجت الشاحنه على داك الخط الابيض كتسمعها كتبيبي وحتى الا قربت الشاحنه للسياره اللي قدامك يعني كتفراني الراس انا نوريكم سمعوا البيبس يعني كتقول لك راه ما بين الشاحنه ديالك والسياره اللي قدامك راه اقل من 66 فيت الشاعيل تحت 66 فيت ولا دير كنتي داير ليها الكروز يعني كنتي بروغرامي طون زعما الشاحنه تمشي بواحد السرعه وخليتيها ملي كتوصل قل من 66 على حسب داكشي باش لي بروغراميتي الشاحنه ديالك يعني كتقرب لها كتحس بان الشاحنه ديالك كتنقص السرعه الراسه ها نتوما كتسمعوا دابا البيبس ها هي راه ما حد كتقرب وهي كتزاد كتبيبي اكثر حتى الا حتي السينيال بغيت دوبل وكان شي واحد وراك ولا كان شي واحد بالجنب ديالك بغى يدوبل راه كتقولها لك كتعلمك سمعتوا البيبس حيت كاين واحد السيد مورايا واحد الحاجه اخرى الخوت انه قانون هنايا في امريكا الا كان الشرطي ولا التروبر كنقولوا حنا في المغرب كنقولوا الجوندار الا كان بلاصي على اليمين ولا موقف شي حد ما عندكش الحق تبقى على اليمين كتلوح سينيا على اليسار وتشد اليسار ديالك كيبان لكم هنايا البوليسي موقف واحد السياره هنايا يعني ما خصناش نبقاو في الخط الايمن خاصنا ندوزو للخط الثاني غير كنفوتو لحسين عاوتاني على اليمن ونشدو اليمن ديالنا كيف ديما هاد البصل خوت لي الله فتنا دابا اللي هي الويت ستيشن اللي هي الميزان يعني من هنا في امريكان اي ملي كتكون غادي في الطريق في لوتوروت وكتبان لك الويت ستيشن ضروري الشاحنات يدخلوا من تما ضروري ومؤكد الا ما تستيش ما دخلتي ليهاش غادي يتبعك تروبر وغادي يعطيك شي تيكيته اللي سميتو اللي كبيره داكشي علاش دائما خاصك تدخل باش يوزنوا لك الشاحنه ديالك واش الميزان ديالك ما فايتها الوزن القانوني ديالها ولا لا وكان نوريكم دابا فهاد لا فيديو هادي البارح كانوا مش الواحد ولا مشرح بلوتو السيمانه اللي فات كانوا شدوني ولكن ما شدونيش على الوزن الزائد ولكن شدوني على انا والوزن اللي عندي في القاطره ما مقسمش متوازي على سميتو على القاطره الخوت دابا شنو نديرو ملي متقل بزاف كتيبان لكم هنايا هذا تاندم خاصني نرجعها حتى لهنايا باش تسيبورتي هذا الثقل هذا ديال سميتو ويمكن يخليونا ندوز لانه كتشوفوا هنايا تاندم راه جاي لهاد الجانب
ملي كتكون عامر عندك تريلر حتى القنت حتى لهنايا راه خاصك السلايدي هادي واحد شي شويه صور. المهم داكشي اللي غنديرو دابا المهم ها هو البوطو. شي ملي كتجر هذا ها هو البوطون كتيبان لكم هنا راه دخل. سو دابا غادي نفراني تريلر غادي ندير نجبد هذاك البوطون الاحمر باش نوقف التريلر وغادي نجر التراك باش هاد التاندم هادي تمشي للور. غادي نزيد التريلر كامل وهكا والتاندم غادي ترجع للور. بقاو معايا نوريكم كيفاش. دابا نوريك عاطين البوطون اللي كيبان لكم هنا. شوف هاد البوطون هذا باش كنخرج صورك تاع هذا شي شويه. انا راه حابسه هنايا دابا غادي نطلع التراك ديالي وغادي نرجع غير مارشي ديال شي شويه باش هذا يخرج باش يوقف لينا هاد التاندم هادي وغادي نمشي عاوتاني نركب وغادي نجيب الدوره وندوز فوق الميزان عاوتاني. تنتمناو ان شاء الله يخليونا ندوزو لانه الوزن ديال التريلر داكشي اللي عامر لداخل بحال قلتي ما مقسمش على 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 على, على, على الخطيره ديالنا. داكشي علاش كندفعوا التاندم كامله حتى الاخر باش الوزن ديالنا نقسموه على 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 الخطيره. سو يلا دابا ان شاء الله تنتمناو يدوزونا دابا. نرجع واحد شويه بعدا هاديكا غادي نجر هذا نمشي نشوف واش هذاك البين دخل بلاصتو ولا لا. لا باقي نفس المشكل. كاين هذا البين هذا وكاين الاخر ها هو هنايا خاصني نرجع مارشاري شي شويه عاوتاني. انتم راه كنوركيه على هذا الماشاجي ديال التراك هذا كيبقى مسدود. نرجعوا مارشاري شوي دابا باش نطلعوا الثاني. هي وي جو شكتي بان لكم البين هذا هو الفرن ها هو راه خرج هنا عاوتاني والتاندم عندنا راه الشيره وصلت حتى للحد حتى الاخر ديالها راه مزيان. صافي نطلعوا دابا عاوتاني ونجيبوا الدوره نطلعوا فوق الميزان نشوفوا الله الى تقسم الوزن على القطيره. بسم الله هو حقيقة هاد القضية كان عليا نديرها ملي خرجت من سميتو ملي خرجت من هاديك الواير هاوس ماشي حتى لهنايا ولكن ماشي مشكل. راح دابا نطلعو فوق الميزان عاوتاني نشوفو الله واش غادي يدوز هنا. هيري جو الضو الخضر واقفين فواحد الباحه ديال الاستراحه غادي نجرب الدرون ديالي. كاين واحد المنظر اللي واعر هنايا كنتمنى انني نوصل لكم نصور لكم المنظر اللي كاين هنايا. ديما انا ما عرفتش علاش هاد الباحات ديال الاستراحه كيعجبوني بزاف هنايا خصوصا هاد اللي في الطريق شي كلشي منظم. وانا نوريكم البلاصه فين نطلع الدرون فيها واحد المنظر اللي زوين. خليك معايا ما تهدريش هاد البلاصه هادي ديال الطوموبيلات ملي كتكون داخل من الهايواي كتخرج من الهايواي زعما كتخرج من الهايواي من لوتوروت كاين هاد البلاصه ديال السيارات والجهه الاخرى ملي كتشوفوا من ديك الجهه هي ديال الشاحنات. هانتوما كي هنا باش عجبتني هاد البلاصه هادي انا راه قريبه للشانطه نطلع فيها الدرون وناخذ شي فوتاج مزيانين للشاحنات اللي جايين.
شتي السين جاب الخوت قداش تقنيه. ها هو طلع هو طلع هذا لعبوا انا وياك هنا. والله الا تلعب معايا ولدي راه هرب. هادي السين جاب الخوت هنا تقنيه مالتي ياكل غير تياكل في الطبيعه وعايش بخير. انا في المغرب راه كنت محرم وما يدوزو الله يسمح لي ما كيمشيو للبلاد. والله الا محرمينهم بالله باقي يدوز او ما عايشين في امان هنا. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby. Drink your night away, maybe. We will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love, cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. الحاجة بنوري لكم الخوت هنايا درايفرز وونتد. انا الشركه ديالنا دايره واحد المسابقه اللي ربح فيها ربح $1,000 كاش. هذه من ضمان نهار السبت 14 شهر 2020، ولكن في شهر 3 ندخلوا نشوفوا شنو نشاركوا معاهم. حيت اللي بغى يشارك خاصو يسكاني هذا الكود هذا. غندخل نسكانيو معاهم. هي كو نديرو هكا. اوكي أمين فامي نمبر جوين العائلة. شحال يجيب معاك ديال العائلة؟ غادي ندير ليهم 4. ندير ليهم 4. اوكي ندير سبميت اد تو كالندر. ندخلها عندي صافي. حنا شاركنا الخوت. واش يبان لكم الخوت اننا غادي نربح هادي؟ المهم نترينيو عليها، راه باقي لنا شهرين وشي حاجه. المهم كنتمنى ان شاء الله نديو. الخوت المهم على ما تكون الطوموبيله بغيت نقول لكم انا نوقفوا لا فيديو ديالنا هنا ان شاء الله. وبنقول لكم واحد الحاجه، بنعترف لكم بواحد الحاجه والله ولكن خاصني نقولها لكم. اللي بغيت نقول لكم الخوت، وانا بعض المرات والله كنفكر انني صافي نوقف هادشي، لان الخدمه ديالنا انتم راه كتشوفوني بزاف لي فيديو، راه كننسى بزاف. بعض المرات كننسى السوارت في الشاحنه، مره كننسى الوراق، والله مره واش كندير. ولكن هادشي راه ماشي حيت انا كننسى، فهمتي؟ وسبحان من لا يسهل علينا يعني، ولكن ماشي بهذه الدرجه اللي وصلت ليها، لانه كنبقى كنفكر باش نصور، كندير بزاف ديال الحوايج وكان الخدمه حتى يعني راه عندنا راه ريسبونسابيلتي، راه ماشي ديال التفليه سو. ولكن ملي كيوصلوني ميساج بحال هذا ولا بحال هذا ولا بحال هذا، ملي كيوصلوني بحال هكا فهمتي، بحال قلتي تتناد معايا الحال، كنقول شوف دابا بديت معاكم وحتى ولفوني الناس وكيستافدوا مني، يعني كيصيفطوا لي ميساج كيقول لك راه كنستافدوا من هادشي اللي كدير وكيعجبكم. داكشي اش كنقول يعني من الجبن انني نخرج ونخليكم بحال هكا. داكشي علاش انا الميساج ديالكم الخوت راه كان الخواتات راه كنقراهم وكنت موتيفا منهم، وما تقول واللي ما جاوبتوش يعرف انه راه ما قراش الميساج ديالي، لانه اللي قرات الميساج ديالو راه كنجاوبو. هادشي اللي كاين
واحد الحاجه اخرى بغيت نشكركم بزاف الخوت على الميساجات اللي صيفطوا لي على لا فيديو الاخراني درت انا والوالده ديالي. حقيقه الاغلبيه ديال الناس صيفطوا لي بانهم بكاو هذاك الفيديو، بغيت نعتذر منهم ونقول لكم انا راه هذاك لا فيديو ماشي درتها باش باش نبكيكم ولا شي حاجه بحال هكا، يعني بغيت نشارك معكم شي حوايج. وحقا تشاورت معكم في الانستغرام، وهذيك لا فيديو انا كنت غنديرها ولكن حطيت بها راسي، ولكن ملي تشاورت معكم في الانستغرام الاغلبيه ديال الناس قال لك بغاو يشوفوها، سو داكشي علاش شاركتها معكم الخوت. وبغيت نقول لكم انا اللي الوالدين ديالو عايشين الله يخليهم ليه، واللي الوالدين ديالو توفوا الله يرحمهم، غادي نختموا هذا لا فيديو بهذا الدعاء هذا. اللهم انهم عبادك وابناء عبادك كانوا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بهذا الدعاء نختموا هذا الفيديو الخوت. هادشي اللي كاين، تهلاو فريسكم بزاف، خوكم مره ديما معكم في امان الله. بيس.